الشباب المذيعين. اقول لك اختفوا. ما اشوف حد في الميلس، ما صدقوا ردينا من السفر. اي والله دبلونا اليوم. لا غانم ولا مروان ولا زينب ولا سارة كلهم اجازه؟ لا لا اظني بس ساره وزينب اجازه، استانسوا في اجازتكم يا بنات. يلا ما علينا، حردينا وان شاء الله مروان وغانم تردون لنا ان شاء الله باكر نترياكم. الله. نبيل؟ ها؟ شو السفرة؟ أباك أنت أول شيء تخبريني، شو سفرتك؟ أوه سفرتي كانت طويلة الصراحة. خبرينا. غامرت وما غامرت. نبغي اللي غامر أول. انزين، أول مغامرة غامرتها رحت رافتنج، صراحة تجربة وايد كانت حلوة، استانست فيها. كسرت حاجز الخوف. أهم شيء. لأني ما كنت أحب الماي والصدمات اللي كانت تجيني، جتني كم من صدمة هناك في الرافتنج بس كانت وايد حلوة. وركبت الدراجة عادة، هاي الصورة سلام. اللي سبحت اللي كانت معي وحدة سبحتها بالطين. ما تعرفين تسوقين دريول ها حنا؟ لا والله عارفة أسوق أفا عليك. انزين نشوف مقتطفات الحين من رحلة حنان، ما شاء الله بقعت الورد. استانستي أهم شيء حنان؟ أكيد استانست. تايلاند صراحة الواحد ما يمل منها، لو تسيرينها ألف مرة ما تملين. بالضبط، لأن فيها جزر وفيها أماكن وايد حلوة، وبالأخص شيء اللي كل البنات يحبونه اللي هو الشوبينج. شوبينج ها؟ أظني خلصتي تايلاند، قضيتي عليها، ما خليتي شيء حق الباجي. حنان الصراحة هاي الرحلة كانت وايد حلوة. هاي كانت في جيمس بون. إيه. زرنا كم من جزيرة هناك، هاي كانت من رافتينج. طبعًا تكسرتي أكيد. والله تكسرت، لو مو بلابسة الهلمت كان جايتنكم بإصابات. لا 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 بعيد الشر، الحمد لله على السلامة حنان. الله يسلمك. وإن شاء الله تكونين استانستي في هاي الإجازة الطويلة. يعني ما شاء الله عليك ما قصرتي. كم يوم كان إجازتك أول شيء؟ شهر تقريبًا. يلا تستاهلين تستاهلين. نبيل خبرنا عن اليابان وخبرنا عن سفرك وخبرنا عن أهم شيء اللي أنا أحاكي دائمًا واللي أسمعه، إنه ما شيء مطاعم. بس أول شيء خلينا نشوف الفيديو. حنان جهزت لنا فيديو. شوف من رحلة حنان. حنان بالمجلوب. اوف شو المواهب حنان. اوف حنان بالمجلوب. أنا راسي دار عن نفسي صراحة. طبعاً هالمكان في جزيرة اسمها بوكت. إيه؟ وايد حلوة، طبعاً كل شيء في البيت مجلوب. إيه؟ حتى البيت بنفسه أول ما تروح له تشوف البيت أبسايد داون. يا سلام. بس كانت تجربة وايد حلوة صراحة. تجربة حلوة. يعني يوم دخلنا حسيت شوي بدوخة بس كان حلو. أنزين نبيل الحين دورك، أنت تخبرنا عن رحلتك وتخبرنا عن أهم شيء المطاعم. الحين بخبرك المطاعم. يا جماعة احنا سمعنا وايد قبل ما اسير اليابان، انا وايد احب الاكل يعني كل حد يعرف، سمعت وايد ما بتحصل اكل في اليابان، قلت الحين بدخل مجاعة والله جد. في ناس كانوا يقولوا شيلوا قواطي تونة وجبن، ليش وين جالسين احنا؟ زين مجرد ما توصلون اليابان جوجل ماب ما يقصر، حلال ريستورنتس انت او بس حلال ريستورنتس بتحصلون مليون مطعم. والله ما خليت اكل تركي، اكل لبناني، اكل فارسي، اكل عربي، حتى مندي حصلت. يا سلام. في يعني. انزين خبرنا بعد عن ديزني. الله حنان. طبعا هالمكان يونيفرسال ستوديوز اكثر مكانين استانست فيهم، بس بقول لك الصدق يونيفرسال احلى عن ديزني بالنسبه لي انا. استانست. حبيت فيه اكثر. كسرت حاجز الخوف، الصراحه انا ما استحي اقول دائما انا اخاف من الالعاب واخاف من الالعاب اللي خليني ابسايد داون مثل البيت اللي دشيت فيه، بس اذا قطار وشي نزل راسي تحت لفوق ما احب. يعني زين مو بس انا الوحيده اللي اخاف منه. هي بس جربت الحمد لله وما خفت عادي. يعني كانت تجربه وايد حلوه ومشكورين على الصور الحلوه ومفاجات. زين حنان خلينا ناخذ هذا البريك القصير عقب نرد نكمل سوالف مع سلمانيه. يلا نروح. قبل المكان لازم يكون يتواجد السلام في قلوب عقول كل الناس عشان نعرف أكثر، ولازم يكون أيضا السلام مع نفسك بالأول قبل لا يكون بين البشر. طبعا اليوم معانا ضيفتنا ندى الطريفي، منتسب ببرنامج الشباب صناع السلام،
راح تكلمنا أكثر عن السلام وتكلمنا عن هالبرنامج. أكيد يا مرحبا فيك في ميلس 12/8. أكيد نورتينا ندى. ندى في البداية أول شيء إحنا نحب نرحب فيك ونرحب تواجدك هنا. يا ليت لو تخبرينا أول شيء أكثر عن برنامج شباب صناع السلام. أكيد أول شيء أشكركم على هاي الاستضافة وأول شيء الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. إن شاء الله تكونوا استانستوا واستمتعتوا سفراتكم. طبعاً برنامج صناع السلام كان الحدث هو في العام السابق في نفس هذا الوقت في الصيف، وهو برنامج أول من نوعه في العالم. أول مرة يسوون برنامج مختص فقط للشباب، يجمع الشباب من مختلف الدول من الشرق والغرب. فكنا تقريباً 50 شاب وشابة في هذا البرنامج ومختلف الثقافات والأديان، فكان مسلمين ومسيحيين في نفس هذا البرنامج. ومدته كانت ما تقارب تقريباً 10-12 يوم، ومقره كان في لندن. طبعا هذا البرنامج الهدف منه اليوم المختلف الشباب من ثقافات مختلفة، كيف احنا ممكن نجتمع ونتكلم عن التعايش، نتكلم عن السن، وايضا نفكر كيف ممكن نزرع هذا الشيء في اجيال المستقبل. طيب انت كلمتينا عن هدف من هالبرنامج، خبرينا شو اللي انتم حققتوه من هالبرنامج. طبعا خلال هالبرنامج كان في ورش عمل مختلفة. ورش العمل ما تطرقت فقط للتعايش ومعنى السلام بشكل عام. اليوم نحن كانوا الهدف من هالبرنامج يخلقون قادة، فتم أيضا التطرق للبرامج كيف ممكن يزرعون فينا نحن كشباب مهارات القيادة، مهارات أيضا التحدث والإلقاء، لأن اليوم الشاب يوم يكون يعني أو نقدر نقول ينشر السلام لازم يكون عنده أسلوب في هذا المهمة. هذه المهمة ما بسيطة، لكن إن شاء الله بدينا كـ50 والهدف إنه كل سنة يسوون هذا البرنامج ويكون مستمر. فتخيلوا لو زاد العدد الشباب مختلف أنحاء العالم بيكون طبعا إن شاء الله في مستقبل أفضل وتحقيق التعايش إن شاء الله لأجيال المستقبل. إحنا شايفين هنا صور بعد على الشاشة من يمكن رحلات مختلفة، ولا هي نفسها نفس الرحلة هاي؟ نفس الرحلة. أول شيء كنا نحن مثل ما قلت هالورش المختلفة تم عقدها في جامعة كامبريدج في لندن، وآخر يومين تم عقد منتدى شباب صناع السلام. وتم جمع قادة يعني قادة أديان من مختلف المسيحيين والمسلمين. وفي الصور هاي فمثل ما قلت يمكن هالبرنامج تم تنظيمه من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وأيضا الأسقفية كانتمبري. فكنا التقينا مع عدة من القادة، وكان للشرف طبعا أنا وإخواني من الإمارات كنا ثلاثة، أنا وأخوي خليفة وأختي ميرا المهيري، كنا نمثل دولة الإمارات في هذا البرنامج. يعطيكم العافية ندى، بس أنا عندي سؤال، سامحيني أعرف الموضوع حلو ويحمس كلنا نبغي نسأل. لو بنتكلم، إحنا نتكلم عن السلام، لو نتكلم ندى شو تعريفك للسلام؟ أنا تعريفي للسلام تعريف أعتبره تعريف بسيط، هو لازم يكون شعور ينبع من الداخل، تكون عندي قيمة أنا اليوم ما عندي أي مشكلة مع الشخص الآخر اللي قدامي، وأحترم آراءه مختلف يعني نقدر نقول مختلف الثقافة والأديان. فاليوم أنا ياسة مع أخوي نبيل وياسة مع أختي حنان، كل واحد منا عندنا قناعات مختلفة، فأنا اليوم إذا ياسة معكم كلنا نتفق على هدف واحد وأحترم هذا الرأي، هذا بالنسبة لي الواحد ممكن يحقق السلام مع الشخص اللي جدنا. طيب نحن اليوم نفكر أن نحارب التطرف ونحارب كفكرة التطرف هذا، اليوم نحن بنوصل رسالة للشباب، هذا الفريق إلى أي مدى وصل هالفريق العالمي للشباب في محاربة التطرف بشكل عام؟ أكيد نحن في البرنامج هذا كان مكثف، مو بس إنه يثقفونا نحن. خلال هالبرنامج اشتغلت مع إخواني وخواتي من مختلف دول العالم، تم توزيعنا لعدة مجموعات وطلعنا بمبادرات وتم عرضها إلى صناع القرار اللي هم اللي منظمين هذا البرنامج، وحاليا هي هاي المبادرات على قيد الإنشاء ويتم إن شاء الله تطبيقها اليوم. حتى نحن تم توجيهنا أن اليوم أيضا نحاول نزرع أو
ننشر هاي الثقافة خلال مثلا مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي اليوم الجيل الشباب يستخدمها. الشيء الثالث أيضا من خلال مشاركاتنا في المؤتمرات، فممكن مثل لقاء الأخوة الإنسانية تم يعني استعانة فينا نحن كمنظمين ونلتقي بالكبار الشخصيات اللي حضروا، فياسين المنظمين يعني يستفيدون من تجربة نخلع هذا البرنامج، وأن نحن نكون فعلا شباب صناع سلام اللي ممكن يعني يشوفونا كالقادة الممثلين لهذا الشيء. زين ند، أنت قبل شوي تقولين أنتوا كذا فريق مقسمين لكذا فريق، فأنتوا خلينا نقول الكل فريق كلكم مع بعض تشكلون طاقم عمل واحد أكيد. أكيد. كيف توحدون رسالتكم وكيف توحدون جهودكم؟ مثل ما قلت كنا مختلفين في آراء والاعتقادات، لكن يمكن أبغى أذكر في البرنامج هذا نفسه واكتشفت كيف هناك اختلافات في البرنامج. سوينا مثل فعالية كل يوم الصبح نقارن النصوص الدينية من بين اللي في الإسلام وفي عند المسيحيين، اكتشفنا أن هناك يعني ارتباط او نقدر نقول معنى واحد الديانات كلها تنص عليها، ان اليوم ان احنا نحقق السلام يعني بشتى يعني بشتى الاختلافات كلها تنص على رساله واحده وفضيله واحده وقيم واحده. فتبين لنا ان اليوم ان احنا لازم ننشر هذا الشيء، نحاول نحن لين الحين انا اتواصل مع زملائي من أمريكا ومن بريطانيا، ونحاول نحن دائما يكون بيننا تواصل. أي شيء يحدث في العالم نحاول نحن اليوم نقول كيف إحنا ممكن نساهم ونخفف من هذا الشيء. أحب أقول يمكن أنا شعرت بفخر جدا أني كنت في هذا البرنامج وأني أمثل دولة الإمارات، لأن دولة الإمارات هي مثال كلنا نفتخر فيه أن هي مثال للتسامح وللسلام. والعام السابق هو كان عام زايد. اي صح. فخلال التجمع والمنتدى حبيت اني اذكر كيف احنا الشيخ زايد بالنسبه لنا مثال لهذا الشيء، وتم توزيع عليهم شعار عام زايد لكل المشاركين سواء من الشباب او المنظمين، وقلنا لهم كيف احنا بالنسبه لنا الشيخ زايد هو رمز لهذا الشيء. فكان نفس الوقت ان احنا ننشر ايضا ثقافه شباب الامارات وش اللي يشتغلون عليه وكيف الدولة اليوم تمكن شباب الإمارات أيضاً. ندى، اليوم نحن نشوف ما شاء الله شباب الإمارات متواجدين في مختلف الدول في مختلف المجالات، كيف شاب إماراتي أو شابة إماراتية أو أي شخص إماراتي لما يروح برا الإمارات أو في أي دولة من دول العالم كيف يقدر يمثل دينه أو دولته في هالدول؟ أكيد، وها شيء وايد مهم ولازم الجيل القادم أيضا يركز عليه. اليوم نحن الحمد لله شباب دولة الإمارات كلهم نفتخر فيهم، يترون الدولة في مختلف المحافل الدولية، أو حتى اليوم نحن كان يوم نسافر ترانا مثل دولة الإمارات يوم من أي حد يسألنا. فلازم نحافظ على قيمنا وأخلاقنا، هذا أهم شيء. وما ننسى دائما كلمة الشيخ محمد بن زايد، ما أنساها يوم يقول أنتوا عيال زايد ولازم تحملوا مسؤولية هاي الكلمة. فإذا نحن أخذنا يعني القيم اللي ربينا عليها من قيادتنا ونبتدي من الشيخ زايد والقيادة الرشيدة واللي تربينا عليه من أهلنا الله يحفظهم ما قصروا فينا، أكيد إن شاء الله بنحافظ على هاي القيم وبنطلع بأحسن صورة قدام كل الشباب ودول العالم، وأيضا بنمثل سواء ديننا وقيمنا كإمارات أيضا مجتمعنا العالم. ومجتمعنا طبعا. الله يوفقكم يا رب يا ندى، وتشرفنا وسعدنا جدا بوجودك معنا في الاستديو والحوار معك أكيد لا يمل. حنان، زملائنا اللي طلعوا إجازة ما زالوا موجودين أكيد. وليد المرزوقي مجهز لنا تقرير وايد حلو، خلونا نشوفه الحين هذا التقرير. نشوفه. دكتور نافع، هذا كتابك وصارك الأول، لفتني العنوان مريض لن أنساه، شو قصة هذا المريض اللي أنت إلى الحين ما نسيته؟ هو مو مريض واحد كثر ما هو مجموعة مرضى. فكرة العنوان بدأت من تويتر، كان في هاشتاغ اسمه مريض لن تنساه، عنوان مشابه،
وكل دكتور في هذا الهاشتاج شارك بقصص المرضى اللي صارت له. فأنا شاركت بقصة مع مريضة كبيرة في السن وذكرت يعني عبارة عن تغريدة واحدة. وتفاجأت خلال الأيام كان عليها إعادة تغريد كبير، يعني حوالي أكثر من 1000 إعادة تغريد. كانوا الناس جدا منتبهين على هذه القصة ومهتمين بهذه القصة. إذا شو هاي القصة؟ هي قصة مع مريضة كبيرة في السن. كانت في الغرفة، يعني اللي ذكرت أنها كانت في غرفة المرض، غرفة العلاج. كانت تذكر لي قصة زوجها وشهامة زوجها وكيف كان معاها وكيف يتعامل معاها. بس خارج الغرفة كان في ورقة مكتوب عليها الراجع عدم إخبار الوالدة بموضوع وفاة الوالد. كان زوجها متوفي، هي ما تعرف لأن عندها مشكلة صحية، كان عندها سكر وكذا. وكانت تتكلم عن زوجها وتمدح فيه وكذا، ما تعرف أن زوجها متوفي من كم يوم. هذه يمكن إحدى القصص اللي ذكرتها كتغريدة يعني، وصار عليها تفاعل كبير. من بعد هذه التغريدة كان بدأت فكرة الكتابة وراء الموضوع. عرفت أن الناس عندها حماس من ناحية القصص الطبية، يعني الناس متحمسة لهذه القصص الطبية. بدأت أكتب، كتبت قصة واحدة بعدها قصة ثانية وثالثة ورابعة، ومع الوقت شفت أن عندي مجموعة من القصص فطرحتها في عنوان واحد اللي هو مريض لن أنسى. الدكتور نافع، بما أنك أنت موجود ونشيط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الحين عندنا خلينا نقول كمية كبيرة من الرسائل توصلنا بشكل يومي عبر واتساب أو إنستغرام، وكل واحد يقول لك مسوي لك فيها طبيب، هذا يقول لك هالشيء هذا مفيد، هذا يقول لك لا هالشيء هذا مضر، هذا يقول لك لا علاج المرض الفلاني انك تستخدم الاعشاب معينه او تستخدم شيء او ترقد الساعه ما ادري كم او تنشط الساعه كم. فشو رايك يعني نحن شو دورنا الحين امام هاي الكم الهائل من المعلومات؟ في عالم التواصل الاجتماعي عندك فوضى المعلومات، فوضى المعلومات مو بس طبيه، او معلومات في كل شيء، تاخذ الغث والسمين موجود. أوكي، المعلومات الطبية المفروض تأخذها من أي مصدر؟ تأخذها من مصادر مثلا من رسائل توصلك، رسائل نصية ولا من مواقع التواصل الاجتماعي ولا من ناس مختصين على هذه المنصات التواصل الاجتماعي. المفروض منطقيا أن تأخذ هذه المعلومة وتتأكد منها من إنسان مختص. الإنسان المختص لما يطرح لك مثلا المعلومة الفلانية ويحط معها أبحاث، فكرة التشخيص على مواقع التواصل الاجتماعي غلط. وأي طبيب يرفض أن يشخص حالة مريض على وسائل التواصل الاجتماعي، هني تعطي معلومة، معلومة عامة مثلا عن علاج مثلا، أو مش حتى علاج، عن مثلا مشكلة الإمساك عند الأطفال، هاي مشكلة شائعة عندنا ممكن أتكلم فيها. بس مش منطقي ان مثلا اكلم شخص مثلا اقول له والله علاج ولدك مثلا دول فلان، خذ الدول فلان، الجرعه الفلانيه، لان على السوشيال ميديا او مستحيل حتى على الخاص ولا حتى على العام. مروان نشكر وليد على هذا التقرير الجميل، وطبعا نشكر وليد نشكر وليد على هالتقرير، طبعا دائما هو مبدع بتقاريره. وايضا ما ننسى نشكر نجود ان استقبلتنا اليوم بهالورد الحلو. شكرا نجود السويدي، ما قصرتي الصراحه، ما في احلى الورد. نبيل نعم، ترى ما نسيتك في السفر، شوف السوفينير. الله سوفينير حلو، تك تك من تايلند بعد. منو قال لك اني نسيتك؟ يعني من تايلند وين 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 السوفينير البسيط، يلا مكتبي في احلى الذكريات هاي مهفه عن الحرعد. يا سلام، كان جبت لي اياها قبل استخدمها ثاني. زين حنان، خلينا ناخذ هذا البريك البسيط وبعدين نرجع نكمل سوالف ميلس 12/8. يلا ان شاء الله. يعني حنان ليه متى تصورين؟ ليه متى تصورين؟ الصورة ما تضبط. زين الصورة ما تضبط، يعني تعيدين كل شوي؟ لازم. يا جماعة شوفوا حنان أذتنا. نشكر دولتشي إيسالاتا، وإن شاء الله قلنا الاسم صح، عاد ثقافتي مو بإيطالية لهالدرجة. حنان خلصتي تصوير؟ شوف الصورة حلوة؟ لا حول، حنان كل شوي تصور. اصبري اصبري، ضيفتنا موجودة يعني حنان، حنان ما بتقصر. أحلام عفوا، حنان لخبط، أوكي. أحلام إيش حالك؟ الحمد لله. نورتينا وشوف ميلس 12/8، حياك الله. أحلام عاد أشوف الصورة، أنا ما أعرف أصور. وشوف الفيديو اللي صورته. في شو رأيك؟ حلوه زاويه حلوه يعني زينه. هلا قالك يعني زين. ايش رايك في الفيديو؟ مو حلو يعني، صورتها احلى. صورتها احلى. 1-0، انا اطلع برا على الاستديو احسن. حياك الله احلام، نورتينا. وبس في فيديو اعتقد صح
شباب كنترول عندنا فيديو تقرير. ايوه تقرير زينب بعد ما قصرت في اجازه لكن جازت تقرير في استوديو احلام. خلونا نشوف اول. يلا بدينا استوديو أحلام للتصوير كهواية، وكانت الهواية حلم لافتتاح استوديو تصوير متخصص في تصوير العائلة وكل احتياجات العائلة الإماراتية. الحمد لله اليوم نحن في استوديو أحلام للتصوير في حي دبي للتصميم، بنقدم لكم خدمات مختلفة بنشرح لكم إياها خلال الفيديو وخلال الجولة اللي نحن بناخذها وياكم في الاستوديو. بدينا استوديو أحلام للتصوير كاستوديو صغير بموظفة ومديرة الاستوديو اللي هي أنا، وموظفة وحدة تسوي كل الأمور اللي بداية من التصوير لين المونتاج والفيديو. واليوم الحمد لله نحن تيم كبير توسعنا إن شاء الله، وأحب أعلن عن طريق هذه المنصة أن نحن منتقلين لمكان أكبر، استوديو أكبر بعدد موظفين كبير جدا يناسب الطلب اللي الحين استوى على الاستوديو بسبب حسن سمعة الاستوديو عند الزباين. نقدم خدمات مختلفة تبتدي من تصوير المواليد، حفلات العيد ميلاد، الأعراس، تصوير الموظفين وتصوير الشركات وتغطية الفعاليات. خدمات في مقر الاستوديو أو خارجه عشان تناسب كل احتياجات كل الأسرة. بدينا استوديو أحلام للتصوير قبل 3 سنوات بالضبط مثل ما قلت بفريق نسائي وبإدارتي الخاصة. زاد عدد الموظفين، في كل شهرين كنا نحتاج أن نزيد موظفة زيادة، وأدربهم بنفسي وأشرف على جودة الصور اللي تطلع للزباين. فالحمد لله الصور اللي طلعت كلها نالت على رضا الزباين بذوق يناسب الذوق العام. درسنا ذوق المجتمع الإماراتي، والحين المجتمع وايد حاب الصور اللي تكون بسيطة جدا وتكون لفترة طويلة وفيها لمستنا المختلفة. بعد افتتاح الاستوديو بسنتين او سنه ونص تقريبا على تقدير من مجلس الشباب، وحصلنا على علامه بمجهود الشباب لان الاستوديو بدا بمجهود الشباب والفريق فريق العمل كله شبابي. عندنا فريق عمل من جنسيات مختلفه من الامارات، من الدول العربيه ومن الدول الاجنبيه بعد ليناسب الذوق العام. اليوم بتكون عندنا جلسه تصوير، بناخذكم لخلف الكواليس. عندنا تصوير اذا سمعتوا في صوت الطفل، عندنا تصوير كيك سماش. روعة. أحلام هي أكاديمية ومؤسس استوديو أحلام. تراك سيف فوتوسيشن عندها؟ يلا جلسة تصوير. أحلام لو تخبرينا عن التصوير، هل هو إحساس، هل هو شطارة، هل هو في كيفية اختيار زاوية معينة للتصوير؟ خبرينا أكثر عنه. التصوير من وجهة نظري ودائما أنا أقول هالشيء، التصوير هو أن أنت تنقل شيء أنت بس تشوفه، غيرك ما يقدرون يشوفونه. من ناحية ثانية مشاعرك، ومثلا كأنك تسرد قصة من خلال زاوية معينة أنت تشوفها بس، فهو أكثر مثل ما نقول سرد لقصص بالنسبة لي أنا. إيه. إنزين لو سألت أحلام متى بدأ عندك حب التصوير؟ بديت التصوير الفوتوغرافي من أكثر عن 10 سنين، من قبل ما أدرس في الجامعة حتى. بديت التصوير أنا مهتمة بالفن من أيام اللي كنت فيها صغيرة وايد. أنا نشأت في أسرة ودائما أقول هالكلام، الفضل كان أبوي يرسم مثلاً، أخوي مهتم بالفن، عائلة فنية وهالشيء خلاني أحب أرسم وخطي حلو. حتى حسيت إنه وايد كان في اهتمام في المرحلة الابتدائية من المدرسين بموهبتي، لين ما كبرت شوي وقبل ما أدخل الجامعة
اهتميت في التصوير الفوتوغرافي. أحلام أنت قلتي أن عائلة صوتي سوري نبيل أنت قلتي أن العائلة ما شاء الله كلهم فن كلهم رسم وشو اللي خلى أحلام تتجه إلى التصوير؟ هل الرسم مرتبط في التصوير أيضا؟ جدا حتى لو يعني مثلا أساسيات الرسم مشابهة جدا لأساسيات التصوير الفوتوغرافي. ولو ترجعين لأصل كلمة فوتوغرافي هي كلمة لاتينية معناها الرسم بالضوء. فأنت جالسة ترسمين بالضوء، هو مو بس إني أنا أختار زاوية وأنا أصور، أنا أختار كمية الضوء اللي أنا بدخلها في الصورة، الألوان اللي أنا بختارها في الصورة، تنسيق وتكوين الصورة، فأنا جالسة أرسم بالضوء وأطلع بصورة بلوحة فنية. الصورة الفوتوغرافية هي لوحة فنية. إحنا تكلمنا قبل شوي عن كيف بديتي في التصوير. التصوير أعتقد حال أي موهبة، حال أي لغة نتعلمها مثلاً. إذا الواحد وقف ممارسة هاي المهنة احتمال إنه ينسى. صح. إنزين، في فترة اضطريتي إنك توقفين فيها ولا لا؟ في فترة اضطريت إني أوقف فيها بعد ما تخرجت من الجامعة. اشتغلت في جائزة حمدان للتصوير لكن كان الحظ معايا، لأني اشتغلت في جائزة التصوير لكني ما مارست التصوير في هالوقت لأني كنت مشغولة وايد مع تأسيس الجائزة. أنا كنت مع الفريق المؤسس لجائزة حمدان، لكن من حسن الحظ استوت عندي فرصة إني أختلط مع مصورين عالميين وإني أحضر مؤتمرات وأحضر فعاليات فوتوغرافية وأنظم معارض فوتوغرافية في أماكن مختلفة من العالم. يعني هذا الشيء عوض عن الوقفة اللي وقفتيها أنت. بالضبط. واستوت عندي كنت أطلع على صور المشاركة في المسابقة واللي هي أكبر مسابقة تصوير في العالم، فاستوت عندي تغذية بصرية، تعلمت وايد في التصوير، تعلمت لو إني أنا ما كنت أمسك الكاميرا وأصور لكني تعلمت وايد من ستايل تصوير، تعرفت على ستايلات تصوير مختلفة، اختلطت بمصورين فوتوغرافيين مشهورين ومحترفين، وبعد مثل ما قلت لك حضرت مؤتمرات ومعارض وفعاليات عالمية خلتني أتعمق وأدخل لعالم الاعتراف. أحلام اليوم نحن نشوف ما شاء الله الكل ميود كاميرا ويقول أنا مصور أو فوتوغرافي أو مخرج أو مبدع في التصوير. صح. شو رأيك هالشيء؟ شيء حلو، بالعكس كل واحد يتعلم ويطور موهبته. وتبين الصدق الحين الواحد مو ملزوم انه يود كاميرا عشان يقول انا محترف في التصوير، ياخذ الايفون ماله ويصور ويصور بيطلع عادي، يطلع بصوره احلى عن صوره اللي ماسك الكاميرا. انا حاليا يتني صعقه من اجابه احلام الصراحه، اول مره اسمع مصور روح رياضيه يمكن لهالدرجه. زين الحين بقول لك، الناس اللي يدخلون في مهنه التصوير او الاخراج مثل ما قالت حنان مرات صراحة خلينا واقعين يضربون أرقام فلكية. يعني يقول لك أنا بصور لك عرس ب50,000. صحيح. بس ليش؟ هل المعدات غالية ولا شو المشكلة اللي خليهم يوصلون الأسعار لهالدرجة؟ ترى هاي مشكلة وايد. هو على حسب نوعية طبعا دائما الحين لازم نعرف ان الزباين اذكياء والانسان هو ذكي، الزبون هو ذكي، هو لازم يختار اذا هو يرضى انه مثلا يدفع 50,000 على شيء بيحصله مثلا خلينا نقول ب20,000، او انه مثلا يدفع اذا هو يدور اسم بس او يدور جودة او شو يبغي بالضبط. فالواحد قبل ما يدفع فلوسه لازم يكون ذكي ويعرف هو وين يحط فلوسه. صح. فما نقدر نقول ان المصور قص عليه، الزبون هو ذكي، هو لازم يعرف شو اسمه شو يدفع وين يدفع. لحظه هالموضوع يحتاج نقاش. انا لا تنتقل للسؤال الثاني. لحظه خلونا على هالموضوع، خلينا نتكلم عنه. زين حلال قرر ما عليك في اضافتك. انزين انت تقول يمكن اول شيء قولي اضافتك قبل ما نرجع. صدقيني ردي. انزين احلام نحن اليوم نشوف وايد مثل ما انا قلت في البدايه وايد مصورين والكل قام يفتح استوديو، شو الصعوبات اللي انت تواجهينها في هالزخم الكبير حاليا؟ نحن نشوف كل واحد قام يبطل استوديو، كل واحد قام يصور اعراس، حفلات عيد ميلاد، طلوع او مواليد او غيره من المناسبات. فالصعوبات اللي تواجهها حاليا في هالوقت الحالي وظهور السوشيال ميديا، شو الصعوبات اللي تواجهينها؟ اوكي، السؤال اللي سالتي الحين يكمل اجابتي اللي كنت ابغي اجاوبها قبل شوي على السؤال القديم. شوفي اذا تكلمنا عن المعدات وهي الاشياء، مثلا مثل ما قلت لك الزبون هو ذكي، هو يقرر هو شو يبغي، والمصور هو شاطر، هو يعرف هو شو يسوي. انا اول ما بديت الاستديو واجهتني صعوبه صراحه، انا اسست الاستديو من الصفر بنفسي، لا احتجت شركه استشارات ولا احتجت حد يجي ويخبرني مثلا كيف اخلي الخطه وما ادري شو وكيف اسوي هاي الامور كلها، بديت كل شيء من الصفر. حتى لدرجه اني اول ما جبت الموظفين ما عينت لي مندوب،
كنت أروح روحي الأماكن وكنت روحي أتعلم عشان إذا نكست ستيج يوم بتكبر شركة يوم أجيب لي حد يمسك المشاريع هاي كلها قصدي هاي الخطوات كلها أكون أنا على علم باللي بيستوي وما حد بيقص عليه في النهاية. أعتقد أفضل الواحد يعني بالضبط. يداري مشروع روحه بالضبط. فأنا كنت حاطة في بالي أنا بكون أنا ماسكة كل شيء عشان بعدين أكون متعلمة. فيوم أني حطيت قائمة الأسعار حتى حطيت قائمة الأسعار بجهد كبير ما اتصلت أي استوديو أسألهم عن أسعارهم عشان أحط نفس الطريقة لا شفت مثلا تكلفة المكان الإيجار اللي عندي رواتب الموظفين اللي أنا بدفعها أسعار الطباعة أسعار الإكوبمنت بديت بأجهزة بسيطة والحين عندنا من أفضل الأجهزة بدينا نطبع برا والحين انتقلنا لمكان أكبر لأن بنطبع حتى في الاستوديو بنطبع الاستوديوهات الثانية لو حابين حتى ف حسبت أسعار هاي كلها لما جبت الكوتيشن. فمثلا يوم أقول مثلا سعري أغلى عن سعر استوديو ثاني لأن أنا مثلا ممكن الاستوديو الثاني عنده مثلا إكوبمنت أقل إيجار أرخص ها كلها أرخص فكلها أنت تحسبها عشان أنت تحسب حسابها كلها. مثلا في استوديو بيدفع لك بيطلب منك 50,000 لكن مكانه مو مثلا في أو مثلا عدد الموظفين أو الإكوبمنت اللي يستخدمها مو بنفس اللي أنا أستخدمه مثلا. فالواحد يكون يفكر شو هو يبغي عشان يعرف شو بيحصل. أحلام. طبعا نقاشنا وايد مطول اليوم الموضوع وايد قوي فضيفت من دولتشي إيسالاتو دولتشي إيسالاتو ما قصروا حنان عادي جربي شيء اذا حابه بعد. لا شكرا انت تبغى شيء؟ لا مشكور عاد انت ما يبالك ضيافه انت صاحب المكان من المكان ما نستحي انا باخذه وياي بالعافيه بالعافيه يعني زين احلام لا ما خلصت ما خلصتي؟ كملي عادي ما ورا شيء. من الصعوبات اللي واجهتني مثل ما قلت لك شو اسمه بديت كل شيء روحي حطيت الخطة روحي مثلا والحمد لله وايد ناس ساعدوني وأنا أفتح الاستديو كنت أستعين بوايد مصورين بدوا قبلي باستديوهات مثلا بدوا قبلي مثلا أسألهم مثلا شو أحسن طريقة مثلا عشان الطباعة مثلا في البداية كانوا يعطوني مثلا يوقفون وياي ويساندوني بس في نص المجال مثلا يجونك ناس تتصل لك مثلا واحدة من استديو ثاني وانت تعرف ان هي من استديو ثاني أبا أحجز عرس مثلا تعطيها انت قائمة الأسعار عشان تحجز بس هي في النهاية تبغي تستخدم بدون ما تتعب قائمة وتحط أسعار أقل مثلا عشان نحن مثلا نسوي خلينا نقول فوتوشوت نسوي ثيم معين ستيب معين في حد كل برود يقلد كوبي بيست نفس الثيم ويطبقه بسعر أقل مثلا عادي أهم شيء ضميرك يكون مرتاح أن أنت اللي مسوي هذا الشيء أنا ما عندي أي مشكلة بالعكس هذا دليل على النجاح لكن أكيد. لكن الواحد يحب أنه يكون متميز أكيد. عشان ينجح لازم يكون متفرد أكيد. مثلا يونك استديوهات ثانية يعرضون على الموظفين رواتب أعلى وأنت اللي جبتهم ودربتهم من عاد هذا يعتمد على ستايل معين على هذا يعتمد على وفاء الموظف بالضبط عرفت يعتمد على وفاء الموظف يعطيك العافيه احلام وصراحه جدا سعدنا بوجودك معنا اليوم وان شاء الله لنا زياره حنان لاستديو احلام سوي فوتو سيشن حلو عندك ان شاء الله حياك مشكور احلام ما قصرت يعطيك العافيه والله يوفقك ان شاء الله خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير وبعدين نرجع نكمل سوالف ميرس 12 8 انزين حنان قول انا اقول عندي انا متاكده لا أكيد. عندي انا انزين انا اخاف اسال هالسؤال اطيح فيه خلاص اسالي سلي احلى زين يا جماعه انا ما بسال حنان حنان تخاف من المرتفعات وفيها فوبيا وفي تجارب وايد في تايلاند جربتها بس احنا ما حبينا نتكلم عنها على الهواء وحنان ان شاء الله كانت تجارب ناجحه الحين انت ما تكلمت عنها يعني زين مره ثانيه يوم تجربين مرتفعات لتهونين اخر لحظه انزين اخاف احب نفسي يا اكسري حاجز الخوف يا اخي احب نفسي تحبين نفسك كلنا نحب نفسنا لا لا تعلمي من عاشه الجنبي ما شاء الله لا هاي صراحه خطيره نورتين عاشه نور نوركم والله حياك ان شاء الله فيني سؤال هالسؤال فضول الصراحه كيف تصعدين اليبن ماشي كيف هالمشي ما تخافين تطيحين بسم الله عليك استيبك ترى نفسك عندي فوبيا مرتفعات ها شوف يعني بس كسرت حاجز الخوف ما تردت سمعتي سمعتي انا بطلع كسر حاجز الخوف انزين بشلش معي لا لا ليش جربي حلو لازم تشلين جروبات معك ولا لا بسوي رحله حق سما دبي رحله حق سما دبي سجل يا تاريخ لازم نروح رحله حق سما دبي وحنان رحله باسم حنان حنان ليدر بتكون انت القائد لا انا انت القائد وانا وراك انت الليدر ليش لازم تكون عندك ثقه بالنفس انزين هل متسلق الجبال وهو عاشق للقمم وشغوف بالمرتفعات ولا انه يعني بس يحب يجرب الشيء
أو تجسيد الحياة؟ شغوف. شغوف. أن المرتفعات مو بس أنا بس بتسلق الجبل عشان أوصل للقمة. أنا أستكشف، قاعد أستكشف الجبل. أستكشف الطبيعة، أستكشف نفسي، أستكشف الدولة اللي أنا رايحت لها. مو بس أنا بروح بصعد بوصل للقمة بنزل بتصور، لا أنا ألقى ذاتي في الهايك. يعني مثلا تقدر طبعا يوم أنت بتروح الهايك طبعا بعيد عن ضجيج المدينة، بعيد عن وسائل الاتصال، تليفون، سناب، إنستغرام. تفكر بنفسك، تفكر بذاتك، تتعلم الصبر والتحمل. طبعا ما في فاست فود، ما فاست فود. واللي ما في صبر نفسي، ما في فاست فود. لا لازم يكون في صبر. وما في فاست فود بعد، هاي نقطة ثانية. يعني كم أسبوع في الجبل؟ هي. لا عيل شي، أنا هونت من البداية. إنزين عاشر. هونت من الخوف. عاشر من الخوف. كيف شو اللي خلاك تحبين هالشيء وتجربين وتحسين إن تسلق الجبال هي متعة؟ شوفي أنا صراحة في البداية أبدا ما كنت أفكر في الجبال. أنا عندي فوبيا مرتفعات، أبدا ما كنت أفكر بشيء مرتفع. شو اللي خلاك؟ فربي اشتغلنا في أكاديمية الشيخة فاطمة الله يحفظها طول عمرها. كانوا مرة مسوين رحلة، لأول شيء كانت لعمان، عقب كانت في مسابقة لجبل تبقال. كنا 50 بنية، من هال50 بنية صرنا 12 10 بـ10 بنات. كانت في مراحل، كل ويكند كنا نروح مكان. يعني مثلا كنا في الوثبة، وادي نقب، جبل جيس، كان عندنا تمرينات في مدينة زايد الرياضية، وفي كل تمرين كان يقل العدد. فمن بعد سوري فمن بعد تذكرتي موقف. ايوه تذكرت موقف. قولي لنا عن هالموقف بعد. فمن بعد هالمسابقة وانا كنت خايفة، حتى ونحن في التريننج انا خايفة، بس انه ما بين هالشيء انه لا انا اقدر. وربعي اللي كانوا معاي احلام الحمادي لما اقولها ان انا خايفة تقول لا ما علي، ان بنكمل ما عليك بنكمل. فانا اوكي اسكتنا، لا بكمل يلا النهاية القدرة، ولا انا بعد بقدر. فالحمد لله قدرنا ورحنا تبقال. كان اول من بعد جيس كان رحنا جبل تبقال في المغرب، ثاني اعلى قمة في شمال افريقيا. حتى تبقال صار لي موقف، هو الهاي كله نمشي على الصخور. فجأة في بارتي معين، يعني يقولي بس من هني لهني هذا على الثلج، وما كنا لابسين الجوتي مال الثلج. فونحن نمشي، أنا هني يتني الفوبيا المرتفعات. تخيلوا أنا خلوني أول وحدة، الصخور كان في ثلاج قدامي، هم عدوا أنا بعدني. طبعا شفت فوق، شفت تحت، وإذا طحتي خلاص أنت رايحة فيها. خلاص تراك وصلتي هناك بعد خايفة تطيحين هني خلاصني، ما في واحد اثنين، خلاص غمضي وتوكل على الله. ما قدرت، راك طايح وتميت واقفة وأصارخ إن أنتوا عدوا، أنا ما بعد خلاص أنا برجع. لما ياني القايد، ولي القايد بعد كان يضحك، وأنا ليش تضحك، لا تضحك ما في شيء يضحك، أنا الحين خايفة. المهم ودوني وصلوني والحمد لله وصلت. وكان هاليوم اليوم اللي أقبل بيكون السمد دي. فيوم السمت ان قلت لهم، اقول حق بيت احلام، قلها انا ما بركب خلاص، يعني من بعد ما شفت هالشيء وباكر بان الهك كله بيكون على الثلج، قلت له خلاص سوري انا بوقف، انتوا روحوا وانا بترياكم تحت. وطبعا تم تكلمني ان لا وما ادري شو تقدرين، وان كنا جايين عشان هالشيء، ويعني خلاص يعني بقى يوم ان الحين تبي تكنسلين. فالحمد لله جزاها الله الف خير ان شجعتني وكملت. يلا يعطيك العافيه صراحه عاشه. زين يعني في وايد مرتفعات شاهقة مثل ما يقولون، في وايد مناطق حادة، منحدرات تكون منحدرات شاهقة، سامحيني منحدرات، الله أستاذ العربي موجود معنا اليوم في الاستديو. زين لو تخبرين أكثر عن يوم تمرين لهاي المناطق الصعبة، كيف تعدين الصعوبات؟ في هالمناطق الصعبة صراحة أحمد الله على الجروب اللي معي، لأن كلهم يعرفون أنا فيني فوبيا مرتفعات. فمن نوصل مكان تشوفه منحدر ولا المكان إنه لازم صدق نركز فيه، كلهم وين عاشة وين عاشة عاشة، خلوها أول وحدة. طبعا ما يحسسوني إن لا ترى إحنا عارف إن تخافين، عاشة تعالج قدامنا، عاشة أنت مشي أول. أنا طبعا بس خلي عمري عادي وأخلص القرآن وأنا أمشي. الحمد لله من حد يرتاح نفسيا. ما تشوفي إن في مخاطر في هاي الهواية؟ في مخاطر، بس أنت قبل لا تروح لازم تكون عارف السيفتي. يعني ما بروح بركض، وما بروح مثلا الله يعزك ألبس جوتي نايك جوتي أديداس، لا في اكويبمنت، في اشياء خاصه للهايك.
وتختلف من هاي من جبل لجبل، يعني مثلا الجبل الصخري مو نفس الجبل الثلجي مثلا. صح اكيد تختلف الاكوبمنت. فانت عارف ان المكان اول شيء اللي بتروحه فيه خطوره، المكان اللي بتروحه فيه مثلا بتمر في لحظات ممرات خطره، لازم تاخذ الحيطه والحذر اكيد. ولازم يعني مو كل شيء مثلا اوكي في الهايك بنستهبل بنضحك بنغير الجو، طبعا اسبوع منعزلين عن العالم، اسبوع تتمون من دون تليفون من دون ولا شيء؟ لا الحمد لله نصور نمسح الصور. شو الاكل اللي تاكلونه؟ ناكل اكل هيلثي. شو الاكل في الهايك؟ اي شيء ما تحبينه بتاكلينه في الهايك، لان ما عندك غيره ولازم تاكلينه. يعني مثلا انا في شيء ما كنت اكله ففي الهايك مرت على اخر يوم، فهذا كان في تنزانيا جبل كلمنجارو، ثاني على قمه في رابع على قمه. فتعبت ثاني يوم والاكل اللي مسوينه انا ما اكله، فمني منك انه لازم تاكلي ما في غيره، وتحتاجين باور لازم تاكل الوجبات كلها غدا عشاء ريوق لازم تاكلها. واعتقد بورشن اقل بيكون عشان يكفيكم كل كم. زين نبيل انا لما صبح اسمع عاشة تقول فوبيا 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 وتوصل مع انها خايفه بس ما زالت تجازف سنه تنغسل. لا اشوفها يعني هي تقول فوبيا وتوصل مرحله ان توصلين انت تكوني خايفه وبعد تردين وتجربين نفس الشيء، شو هالاسرار اللي عايشه عندها انها تكمل هاي المغامره؟ انا احب اجازف. تحبين نفسك؟ وايد. وايد احب اجازف. يعني ايش معنى مثلا فلان وصلت انا ما اقدر اوصل؟ شو اللي عندها ما عندي؟ نفس اللي عندها عندي، عندها ريول عندي ريول. الشيء شو محتاج عزيمه واراده. يعني اذكر مره كنت رايحه هايك في قايد الله يذكره بالخير. ما بقول وين كنت رايحة، قال لي أنت ما بتوصلين إفرست، ما 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 تقدر توصلين إفرست. وصلتي؟ وصلت الحمد لله. يا سلام. قال لي يوم وكلامه يرن في أذني، قال لي أنت ما تقدر توصلين. هذا الشخص لازم نفسه ترجعين تناقشين تصلين فيه ألو أنا وصلت إفرست. لا هو يتابعني في إنستغرام فقلت أكيد شاف الصورة. إنزين عاشة نحن نعرف إن حين مثلاً في صارات الألعاب في الجبال الاصطناعية اللي مسوينها، هل هاي نفس الجبال الطبيعية؟ تصدق فيه عشان اروح لا طبعا يختلف عشان اروح اجرب بس على عمري شويه. هاي لعبه عادي تقدرين تنزلين بالجبل ما تنزلين تكملين تكملين لين الاخير. فبس هالاشياء يعني مثلا اللي في الصالات تساعدك تساعدك مثلا ان تقوي جسمك بدنيا. مثلا مخاطر مثلا بتجسمينها في الجبل العادي في الالعاب مثلا اوكي بترومين تفادين الشيء. بس في الجبل لا انت لازم تفوكسين. لازم تركزين اكثر هي حياتك بالضبط. بس طبعا اكيد يعني مثلا الشركه اللي انت بتروحين معاها الناس اللي بتروحين انت معاها ما بيكونوا خايفين على سلامتك. يعني مثلا انا يوم رحت كلمنجارو ثاني يوم يوم سمت دي انا اغمى علي يوم في الارتفاعات تيج مؤثرات الارتفاعات بالضبط اللي هي تحسين بدوخه تهلوسين من هالاشياء. حابة تجربين؟ لا طبعا. بس ترى في ناس معاك يعني انا اغمى علي ما كنت اعرف ان اغمى علي فالقايد شني نزلني. فانا يوم نزلني استوعبت فقلنا انت هذا مو درب السمت فانت ليش منزلني؟ فقال انت طحتي. قلت له لا ما طحت انا كنت امشي انت فجاه نزلتني. زين يعني ما بتحسين يوم بيغمى عليك عادي ما بتعرفين تجربي بس بيصورونك بس بيصورونك هي لازم والله حق الفضايا. زين شفت قبل شوي انا كنت وايد مركز على الشاشه مركز على كلامك في نفس الوقت كان في صوره وانتوا رافعين لوحه لاعمال تطوعيه مسوينها كيف ربطتي بين تسلق الجبال هاي الصوره كيف ربطتوا بين الصوره وبين الاعمال التطوعيه؟ هاي كان جبل تبقال في المغرب. الاعمال التطوعيه طبعا انا من قبل لابدا الهاي كنت احب الاعمال التطوعيه من طبعا نقول من ايام دارس احب الاعمال التطوعيه في الكليه بعد كنت اشارك في الاعمال التطوعيه بس كان كله داخل البلاد. يوم بديت الهايك بديت اسافر اشوف القرى اللي برا الناس كيف عايشه. يعني نحن الحين حسب الهايك نشتري المعدات الله يعزك الجوتي البيرفكت للهايك اللبس الجاكيت اللي يحفظ حراره الجسم. نحن يوم كنا نمشي في الهايك نمر على قرى لابسين بس تيشيرت وبرد برد برد يعني نحن لابسين قفازات وثلاث جاكيتات وجاكيت يحفظ حرارة الجسم. فحتى قبل نرجع قبل نعدي من هالمدينة برعنا ملابسنا أن صدق يعني شيء خليك تتعب تحمد الله على النعمة اللي انت فيها الحمد لله دايما. فهالشيء خلاني لا أن أبا سيعمل تطوعية خارج البلاد فبديتها في تنزانيا وعقبها في قرقستان
وإن شاء الله الأعمال مستمرة. عاشة، شو تعني لك الأعمال التطوعية؟ الأعمال التطوعية صراحة ما تعني لي بعد من الأعمال التطوعية. هي هاي كانت بقرقستان. ما تعني لي كثر ما أنها تعلمني. تعلمني تخليني أول شيء أحمد الله على النعمة اللي أنا فيها. تخليني ما أطلب وايد. عاشة وأنتي تتكلمين أنا بضيفك عادة. ما ركز، لا خليني جارك. ما عليه عشان تركزين أكثر. اللي حاب كل بيجيب العيد. سمتي دمرت الدنيا حنان الله يسامحك. جبت العيد مع هالفري. يلا ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه حصل خير. يلا أهم شيء ضيفنا عاشة. صح هذا أهم شيء. لا طاح بالشركة. نعم الأعمال التطوعية مو بس إنها بتخليني أروح أسوي عمل تطوعي خارج البلاد، كثر ما إنها بتعلمني ثقة بالنفس، بتعلمني كيف إني أساعد الناس من غير من غير لا تعرفين يوم يعتز اللسان على التعبير. أحب هالمرحلة هذه، يعني تحلو يوم إنك ترسم البسمة في قلوب الناس قبل لا ترسمها بعيونهم. صح، يعني بتساعد الناس، هم ما يعرفون إنك أنت جاي، ما يعرفون إن أنت مثلاً شو بتقدم لهم، وفجأة يعني مثلاً اليوم هو ما عنده الحاف، فجأة قدرت قادر اليوم الثاني حد يبي له الحاف، يبي له أكل، يبي له موفر له ماي. مثل ما يقولك واحد كان يمشي في العتمة وصل النور. أنا بوصلك النور إن شاء الله. بس مو في التسلط، في التطوع أوكي أنا معك. لا تغيير. وسوي نزلي على الإنستغرام هاشتاج حنان بلوشي تكسر حاجز الخوف. يا سلام. صح والله. تشجعت عاشة. أتحمست. إنزين عاشة، كيف نحن اليوم نقدر نغرس حب التطوع في الشباب والمراهقين اللي الحين كل من يتابع برنامج 12/8؟ طبعا من غير ما أنا أشجعهم، حكومتنا وقادتنا الرشيدة وشيوخنا اللي طول بعمارهم هم يحثوننا على هالشيء، هم يحثوننا على هالشيء ويساعدوننا على أن ننمي التطوع، مثل الدورات اللي تصير، المؤسسات، الندوات اللي تصير، المؤسسات التطوعية، مؤسسة الشباب، هالأشياء وايد تساعدنا، وايد تأثر فينا، مثل الأقوال بعد، يعني مثل ما قلت الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، انتوا الجيل، سوري نسيت الجمله، انتوا الجيل اللي بننافس فيكم العالم. هاي الجمله بروحها تاثر، هالكلمه تخليني ان ابى اسوي حتى لو كان الشيء مثلا بشيل هذا من هنا بحطه هنا، مثلا بساعد اي محتاج في الشارع، هاي خلينا انا كاماراتيه يعطيني صراحه حافز ان انا اقعد اسوي واسوي واسوي بس لهالبلاد. فالأعمال التطوعية نفس ما قلت لكم أنها تأثر فينا، مو بس طبعا الجهاز التطوعي، مو بس حق الشباب، حتى حق الكبار والصغار أكيد. ونحن كشباب، أنا مثلا كعاشة الجنيبي، كيف أن ساعد الناس بهالمجال، مثلا أحببهم فيه، مثلا أني يوم بكون في التطوع أصور أراويهم الجو اللي نحن فيه، أراويهم أن كيف الشيء مو تعب، مو أن أضيع وقتي، بالعكس أنا أفيد وأستفيد. الله يوفقك دائما يا عاشة، تشرفنا بوجودك، وأكيد شكرا حنان، ولازم تصيرين تجربين تكسرين حاجز الخوف، وشكرا لدولتشي إي سلاتة، وحين لازم إحنا نجرب بعد. أنا بجرب، خلنا نجرب. وشباب اللي تابعونا، أنتوا خلكم وتابعونا إن شاء الله باكر في نفس الوقت ونفس المكان ونفس الزمان على شاشة 12، على شاشة سمة دبي، من خلال برنامج 12/8 في مالا. وأنا بجرب.